الو، السلام عليكم. مرحبا بالجميع. اليوم في هذه لا سيسيون اللي غادي تدار غالبا على التالون كرياتيف كومبيتيشن. الو، اليوم ان شاء الله غادي جمعنا المشاركين، جمعنا المنظمين ولجنة التحكيم باش نهضروا شوية على المشروع تاع المسابقة، نفهموه مزيان وناخذوا بعض الارتسامات نتاع الفائزين فيه، كيفاش هذا المشروع هذا غير لهم حياتهم، كيفاش عاونهم وبزاف نتاع الحوايج. الوغ من هنايا في اليوم غادي نقدموا 4 نتاع المشاركين، من واحد من لجنة التحكيم ولجنة التنظيم، وغادي نبداو دابا بتقديم جميع المشاركين. شكرا بزاف. الوغ معنا اليوم معنا مصطفى ايت بن علي، هو الفائز في النسخة الأخيرة ديال طالون كرياتيف. معنا حمزة بوقسيم اللي هو لجنة التحكيم نتاع ليديسيون اللي فاتت، وأيضا الفائز بليديسيون نتاع 2019. معنا زوين محمد اللي هو الفائز نتاع في ليديسيون السابقة، ومعنا أيضا رشيد إدير اللي هو تيمثل اللجنة المنظمة ديال طالون كرياتيف. الوغ اول حاجه باش غادي نبداو هو انه غادي نقدمو، يعني كل مشارك غادي يقدم راسو، كل مشارك معنا غادي يقدم راسو، وهكاك غادي نكملو في هذا اللقاء، في هذا اللقاء نتاعنا ان شاء الله. الوغ الكلمه ليك سي مصطفى ايت بن علي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. شكرا موصول للماستر بيس على تنظيم هذا الحدث الرقمي الأول من نوعه. شكرا لطبيعة الحال مواهب المبدعين اللي أعطتنا هذه الفرصة إن شاء الله باش أننا ندوزو في هذا الحدث الرقمي اللي سبق الأول من نوعه. معكم مصطفى جبري من مدينة طابة، الفائز بالمسابقة الوطنية مواهب المبدعين سنة صناعة المحتوى لهذه التنشيط 2020. طبعا نتمنوا ان هذا الحدث الرقمي ان شاء الله يدوز كما بغينا ان شاء الله، ومن خلال نتقاسموا التجارب وشنو الحوايج الجداد اللي جاو من مورا ان شاء الله، من مورا الفوز ديالنا بهذه النسخه الرابعه ديال المسابقه المواهب المبدعين. وشكرا مره اخرى للجنه التنظيميه لهذا الحدث الرقمي. شكرا بزاف سي مصطفى. دابا غادي ندوزو لسي زوين محمد، لا تقد تعرف راسك. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، بدوري كنت نجاب الشكر الجزيل لماستر بيس على تنظيم هذا الحدث الراقي ورائع واللي هو الاول من نوعه، وكنت نوجه كذلك بالشكر للجنة التقنية الصاهرة على تنظيم حدث مواهب ومبدعين، مسابقة مواهب المبدعين. معكم محمد زوين، أستاذ تعليم ابتدائي بمديرية طاطا، ابن إقليم بمديرية تربية عفوا، ابن إقليم طاطا، حاصل على الإجازة في القانون الخاص، وأيضا مدرب معتمد في مهارات برنامج مهارات النجاح في عالم متغير، وكذلك حاصل على عدة شهادات من طرف شركة مايكروسوفت. شكرا لكم. شكرا بزاف سي محمد. دابا غادي ندوز لسي حمزة بوكسيم، الكلمة لك. السلام عليكم، مرحبا بيا معكم، مرحبا بكم معنا. أول حاجة بغيت دوري تاعنا نشكر المنظمة ديال ماستر بيس موروكو على تنظيم ديال هاد الكونفيرونس هادي، على هاد المنظمة الرقمي اللي فريمون محتاجين في هاد الوقيتة هادي، في هاد الظروف هادي اللي غيخلي بزاف ديال الناس انهم يتعرفوا اكثر على هذه المسابقه ديال المواهب المبدعين، اللي هي واحد اللي هي ماشي غير واحد المسابقه اللي هي عاديه، وانما واحد المسابقه غاده ودا تصور ايديسيون ورا ايديسيون. نقدر نقولوا كل مره كتزاد فيها شي حاجه جديده، وكل مره كيتزاد عدد الناس اللي كيشاركوا في هذه المسابقه هذه، حيت الصراحه تستاهل، فريمون تستاهل واحد المسابقه اللي اي واحد كيتفرج نتمنى انه الا كان عنده واحد من لي كاتيجوري كيشوف فيهم راسو انه يقدر يشارك فيهم فيشارك. علاش لا؟ هادشي علاش ترى هذا المؤتمر هذا، باش انا نهضروا على هاد الكونفيرونس هادي، ونهضروا على نهضروا طبعا نهضروا على 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 هاد المسابقه هادي اكثر. ثاني حاجه بغيت نشكر المنظمين ديال المسابقه ديال المواهب المبدعين،
اللجنه التنظيميه، اللجنه التقنيه، جميع اللجان اللي صارين على هذه المسابقه هذه من الاول حتى الاخر. بغيت نشكر كذلك لجنه التحكيم اللي كان مثلها اللي منهم حمزه، اللي منهم سعيد، حمزه، سناء، والاخ عماد خليفه. اخر حاجه بغيت ندير هي نقدم لكم راسي، اللي سميتي بوكسين حمزه، 23 سنه، من تيزنيت، عضو لجنه التحكيم، وكانت لجنه ديال التحكيم. ديجا خديت اللقب ديال النسخه الماضيه في صنف ديال صناع المحتوى الهادف. هادشي اللي كاين، وندوزو للكلمه الاخرين باش ما نعطيش بزاف الكلمه. شكرا شكرا حمزه. انا ما جوي با ما غاديش نخلي الفرصه تدوز، ولكن انا الا تقعد تشرح ولا تهضر للناس على البروجي ديالك اللي هو لينا تفشكل، الو في واحد المبادره زوينه، الو نبغيو اكثر، وهذه سي مناسبه، سي اون اوكازيون كوم سا تهضر للناس عليه شويه حتى هو الا ما كان عندك شي مشكل. طبيعة الحال ما كاينش مشكل، بالعكس هذا شرف لي يعني نزيد نهضر على 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 واحد الكونسيبت اللي بزاف ديال الناس امنوا به، اللي بزاف ديال الناس الحمد لله انه عجبهم. واحد الكونسيبت ببساطة اللي سميتو لينا تفشكل، اللي هو واحد المحتوى، واحد المنصة ديال صناعة المحتوى اللي كنخدم عليها، اللي فيها واحد النوع ديال المحتوى اللي هو مختلف، سواء من فيديوهات، سواء من نقدروا نقولوا نصائح مكتوبة، نقدروا نقولوا الهدف ديال الى دي نتفاشكال. باختصار هو انه ديجا الكلمه ديال نتفاشكال جات من اختصار ديال واحد الكلمه ديال اجي نكونوا في شكل، يعني خصنا ما نحاولوش نكونوا بحال كاع الناس، باش نكونوا بحال كاع الناس ما غاديش تكون شي حاجه اللي غتخلي الناس يعقلوا علينا من هنا لقدام، حيتاش بزاف ديال الناس كنتلاقاو معاهم ولكن القلال اللي كنعقلوا عليهم. دونك هنا من جات الفكره ديال نتفاشكال، هنا من جات الفكره ديال الكونسيبت ديال المحتوى اللي كنحاول اشك فيه، انا نزيد فيها اشك فيه، نحاول اني نوصل واحد النصيحه كما وصلتني ولا كما فاتني انا، كنحاول اني نعاود نعجنها بواحد الطريقه ديالي انا، نعاود نبارطاجيها مع الناس بواحد الطريقه اللي نتمنى انها تكون وصلتهم على الاقل تنفعهم غير ولو 1%. دونك هذه هي لينا تفاشكال، كاينه في انستغرام، كاينه في يوتيوب، كاينه في فيسبوك، دونك في كاع لي بلاتفورم ممكن غادي تلقاو هذا الكونسيبت هذا لينا تفاشكال. وشي اللي كاين خويا، شكرا على على شكرا. مرحبا مرحبا. اخر واحد نهضروا معاه هو رشيد ايدير. رشيد ايدير هو من اللجنه المنظمه. الكلمه لك رشيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو اول أول حاجة معكم رشيد كبير، كنت أرجع في جامعة الموهبة يديني، وكنشكر كذلك جميع المحاضرين اللي شاركوا على أرض الواقع في مقاعدة الأحداث الرابحة، وكنشكر كذلك الناس في الدين، يخدم على الأرض. شكرا رشيد. كان يمكن شي مشكل في الصوت، ولكن تنتمنى ان المساج يكون وصل. على غادي نبداو، انا غادي نبداو اليوم ب واحد السؤال غالبا غادي نطرحه للمشاركين ولا الفائزين اللي كانوا في ليديسيون السابقة اللي تدارت في واحد في ايامات كورونا كما تنقولوا. السؤال الاول سي محمد هو كيفاش سمعتوا ولا كيفاش عرفتوا ان راه كاينه واحد الكومبيتيسيون اللي نورمالمون كانت ما تتكون للشباب يعني لي جون لوكو، ولكن اليوم انفتحت شويه على لي طالون او نيفو ناسيونال. الوغ تقدروا تعاودوا لينا شويه على هاد الاكسبيريونس، كيفاش لقيتوها، كيفاش دفعتوا، يعني كاع هادوك البروسيسوس ديال لابليكاسيون. سي محمد تفضل. اذا شكرا مجدد لكم
بالنسبة كيف سمعت بهذه المسابقة بأنها من الموقف مسكينة، أنني كنت متابع للنسخة الماضية ديال 2019، كنت متابع لها من الأول وحتى الآخر، كنت قدمت وهذا الجدير أنني كنت قدمت للمشاركة فيها، ولكن تقصيت من الطوب الأول من الانتقال، ما تم الانتقال ديال المشروع ديالي. علاش؟ لأنني ما عرفتش بالضبط اشنو المطلوب وهذا، ولكن انني حاولت انني اجتهد اكثر في هذه النسخه هذه ديال 2020، واكتسبت واحد التجربه اللي مكنتني انني الحمد لله نوصل للنهائي ونفوز بهذه الجائزه في صنف المبادره والمقاولات. كنت في الاول شارك بجمعيه ديال جمعيه الانابيب الذهبيه، ومتبع الحدث من النسخة كما قلت لكم الماضية، إضافة إلى ذلك أنني سابق السي عماد خليفة مشكور من هذا المنبر. من هنا تعرفت على المسابقة وكيفية تنظيمها وجميع الإجراءات، لهذا الأمر هذا اللي يمكنني أنني نشارك هذا العام، والحمد لله استطعت أنني نفوز بهذا اللقب هذا العام. شكرا لك. هنيئا لك محمد. مصطفى، واش تقد تقول شي حاجة ولا تزيد تشرح لينا انت يا الاكسبيريونس نتاعك مع في المسابقة ولا مع المسابقة؟ بون، شكرا خويا مهدي على هذا التحضير الرائع، وكنعاود نرحب بالاخوان اللي حاضرين معنا، ونعاود نزيد الشكر كذلك للمنظمية والماستر بيس. طبعا الفكرة ديال المشاركة كما قال الاخ محمد الدويني عني كانت من السنة من النسخة الماضية 2019، وكانت فكرة أننا نشاركو في 2020، يعني بطبيعة الحال باش نبني الشروط الموفرة وكاين الأهلية أنه تشارك والسن القانوني كاين، يعني جميع الشروط كانت متوفرة، هذاك الشيء اللي خلانا أننا ناخذوا البادرة ونشاركوا في هذه النسخة. النسخة اللي كانت استثنائية بطبيعة الحال، كانت استثنائية في جميع المقاييس. علاش؟ لأنه جات مع الترفيه ديال كورونا، وكانت عن بعد، يعني كانت تبع خدمه، دونك كيخص خدمه عن بعد، كيخص بطبيعه الحال الطريقه ديال المشاركه ديالك عن بعد وتلي فيديو عن بعد، يعني كانت واحد الخدمه لي سبيسيال، وزاد عطاتنا واحد الخبره، كسبتنا واحد الخبره اكبر. طبعا الطريقه ديال المشاركه يعني ما كانش فيها تعقيد لي وكثير، بقدر ما كان واحد الحماس، كانت واحد المنافسه اللي قويه، يعني اي واحد عنده موهبه راه بامكانه انه يشارك في هذه المسابقه هذه، لانه لجنه تنظيميه مشكوره، يعني سهلات طريقه المشاركه وكيفاش انك تقدر تنخرط في هذه المسابقه الوطنيه اللي ولات واحد اللي ولات عندها واحد لا فالور اللي كبيره بزاف. دونك هادشي اللي نقدر نقول انه هذه النسخه هذه كانت استثنائيه، علاش؟ الترفيه ديال كورونا وكلشي دار عن بعد، وصعيب صعيب صعيب انه كان لجنه التحكيم، عند لجنه التحكيم كانت عندها واحد الصعوبه اختيار ديال 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 الفائزين، والحمد لله حالفنا الحظ كنا من المتوجين في هذه النسخه الاستثنائيه ديال 2020. صحيح، هو 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 صحيح، هو انه ان وهذا الشيء الحاجه اللي زوينه في طالون كرياتيف، هو انه قرروكم كوا باش ما يحبسوش لو طراي ولا ياجلوا هاد ليديسيون. و حتى حنا كنا زعما حنايا ماستر بيس موروكو ولا جميع المدعمين كنا قلنا كونكوار غادي يكون احسن الى تدارت ليفينمون يكون شي حاجه فيرتوال، يعني رقمي احسن 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 دار شي حاجه، بويسك الناس ديجا شاركوا وبغاو يبينوا على ديك الرغبه نتاعهم انهم يبينوا القدرات نتاعهم، الوغ ما يعني ما كاين حتى شي عائق ولا مشكل، هو انه نحولوه من حفله ولا حدث كبير يولي حدث رقمي. المشاركين تقريبا هذا العام وصلت 160 كانديداتور، 160 استمارات المشاركه. غادي نعاود نسول حمزه على غير يعطينا واحد الفكره، حتى يمكن كانوا خمسه نتاع الناس تاع التحكيم، كان حتى يمكن التصويت، الوغ كي دازت الامور، كي كان هذاك الشيء، واش كان
كاع الناس اللي مثلا تقبلوا ولا اللي ما تقبلوش كانوا فرحانين في الاخر. يعني الا تقد تشرح لينا شي شويه على هذا على هذه القضيه هذه ولا على هذا لو بوين هذا. داكوغ، بالنسبه للبوان ديال لا سيليكسيون، نقدر نقول لك كما قالوا مصطفى ومحمد، كيدوز من واحد المراحل اللي هي باينه بطبيعه الحال، كما اي مسابقه كتصيفط لهم لا دوموند ديال، كتختار لا كاتيجوري ديالك، كتشوف الشروط اللي المسابقه طالبينها، دونك كتصيفط لهم على اساس انك غادي تشارك. بطبيعه الحال كتكون واحد اللجنه اللي داخليه اللي كتعلق الانتقاء الاولي ديال المشاركين، كتشوف بطبيعه الحال هذا المشارك هذا واش الصنف ديالو، واش فريمون كيدير مثلا المشارك في واحد الصنف ديال نقدروا نقولوا مثلا صناعه المحتوى، واش فريمون كيدير واحد المحتوى، واش مثلا كيدير بغى يشارك مثلا في واحد الصنف ديال المقاولات، واش فريمون هاد المقاوله كاينه، واش ديجا كتخدم، واش هاد الجمعيه مثلا واش زعما واش داكشي اللي كدير واش فريمون كاين. دونك بحال هادشي تيخلي المسابقه انها تكون زعما نقولوا الشفافيه ديالها، يعني ما يجيش شي واحد اللي بغى ما كيدير والو ويجي انه يشارك، هذه بطبيعه الحال حاجه باينه. كما قلت يا خويا مهدي، جاوب بزاف ديال الطلبات ديال المشاركه اكثر، كما قلت كل عام كيزيدوا الناس يعرفوا المسابقه، كل عام كيعرفوا الناس انه كاين واحد المسابقه سميتها طلب كرياتيف، كل عام كيزاد بطبيعه الحال حاجه اللي كتزاد تعرف، كل ما كيزاد عليها الطلب. دونك من هنا لقدام ان شاء الله بطبيعه الحال غادي يكونوا ثاني طلبات اكثر، غادي يزيدوا الناس يعرفوا هذه المسابقه هذه، غادي يزيدوا يقلبوا يتعرفوا عليها وانهم يشاركوا فيها. من بعد ما كيدوز هذه المرحله ديال البريسبكتيفليكسيون، كتجي واحد المرحله ديال لي بورتري، انه المسابقه كتعرف بالناس اللي غادي يشاركوا، يعني كل واحد مثلا كيديروا واحد البروفيل ديالو، كيديروا واحد الوصف ديال داك الشخص اللي غادي يشترك، باش حتى الناس اللي غادي يتعرفوا عليه اللي حداش من بعد غادي يصوتوا عليه. دونك حاجه طبيعيه انهم خصهم يتعرفوا على شكون هذا، شنو كيدير، اشنو المحتوى اللي كيدير، ولا اشنو الخدمه اللي كيدير، اشنو الموهبه ديالو، اشنو باش مشارك، باش ملي غادي يكون في التصويت ديك الساعه يكون واحد التصويت عن 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 رغبه، عن قناعه، يعني انا فاش غنصوت على واحد لا بيرسون غنصوت عليه وعلى داكشي اللي كيدير. دونك هادشي في نظري كاينه خدمه كبيره اللي كتخدم عليها هاد اللجنه التقنيه ديال المسابقه ديال المواهب والمبدعين، اللي فريمون كنبغي نشكرهم بزاف، وكنعاود نسيت ما شكرتهم قبيله على انهم على هاد الثقه اللي داروا فيا انهم نكون معاهم في لجنه التحكيم، حيتاش فريمون واحد الباركور ديال الخدمه اللي ما كانش ساهل، سيرتو كيما قلتو في هاد الظرفيه الاستثنائيه اللي كانوا فيها ما قدرناش انا نتلاقاو عن قرب، ما كانوا غير الاجتماعات اديستونس، كانوا بزاف ديال النقاشات، بزاف ديال الحوارات، بزاف ديال الاراء اللي هي مختلفه، خاصه في كافه المراحل ديال المسابقه. داكشي علاش كنبغي نعاود نشكر هاد اللجنه التحكيم اللي كانوا معايا، حيتاش فريمون كان واحد العدد كبير ديال الناس، الاشكال انهم كلهم مهوبين، راه هذا هو الاشكال، انهم كلهم واعرين وكلهم زوينين، وفاش كتجي تختار كتلقى واحد الاشكال انه تلقى واحد تقول فلان ولا فلانة اللي غادي يربح هاد الجائزة هادي. دونك هكا تيكون شي شوية صعيب، حيتاش كل واحد في المشاركين كتكون عنده واحد لاطوش ديالي اللي هي زوينة، كل واحد فيهم كتلقى يلا كتقول مثلا هذا بيرسون واعرة، كتلقى لا بيرسون اللي موراها كتلقاها واعرة عليها بشي حاجة. دونك كل واحد عنده واحد الميزة ديالو، كل واحد فيهم زوين بواحد الحاجة اللي كتخليه يكون عنده واحد البوان دو بليس على الاخرين. هادشي كيخلي لجنة التحكيم انها تحير بعض المرات انها تلقى واحد لا بيرسون اللي غادي نقدروا نقولوا اللي غتأهل للمرحلة الموالية ولا اللي غتاخد النقد. دونك فريمون كانت واحد الخدمة اللي هي كبيرة بزاف اللي كانت في الكواليس. دونك غادي نعاود نشكر لجنة التحكيم اللي كانوا معايا، سعيد، حمزة، سناء، وبطبيعة الحال أخينا. شكرا شكرا حمزة، راه ماشي ساهل باش تختار، وماشي ساهل باش حيتاش داكشي سي فاريابل بزاف، وما يمكنش تحكم بواحد الطريقة اللي باش كلشي يكون فرحان في الاخر، ولا يكون راضي على واحد النتيجة في الاخر. غادي نرجع للسي محمد ونسولو، نقول ليه كيفاش تظن ان بحال هاد المبادرات، يعني بحال مثلا تالون كرياتيف ولا شي مبادرة واحدة اخرى، تتعاون لي جون اللي تيخدمو في واحد لا كاتيجوري ولا في واحد الدومين.
غير بالنسبه بحال هذه المبادرات كيشجعوا الشباب انهم يبدعوا، كيشجعوا الشباب انهم يتالقوا، كيشجعوا الشباب انهم يكون عندهم واحد دافع واحد الحافز انهم يزيدوا يبدعوا اكثر واكثر. كنعرفوا بانها قليله، وحتى الا كانت كتكون بواحد المعايير اللي هي كبيره كنشوف اننا اللي هي كثيره، واحد المعايير اللي معقده شويه، كنشوف ان المسابقه المواهب المبدعين جات باش تكسر داك الحاجز ديال دوك المسابقات الكبار اللي كيتنظموا وكيطلبوا مجموعه من الشروط اللي شويه ممكن الشباب بحال انا ما يخافوش فيها. مبادرات المواهب المبدعين كسرت داك الحاجز، وباش كسرها دوك الشروط هاد الاصناف اللي دارت راه عطات هاد الاصناف تصير في المبادرات، تصير في المحتوى الهادف، تصير في الموسيقى. اذا كاع اي شاب عنده شي موهبه ولا صداقه ممكن ليه يشارك، ماشي انهم ما اقتصروش على واحد الحاجه وحده، ولا نفتحوا على جميع المواهب، جميع المبادرين ممكن يشاركوا. اي واحد شاف راسه انه عنده موهبه راه غادي يشارك، وهذا كيتحسب اللجنه المنظمه وكيتحسب كذلك اللجنه التحكيم اللي قامت بواحد الدور، وكنشكرها من هذا المنبر هذا في الشخص السيد حمزه وفي الشخص البقيه اللي ما حاضرين معنا، وكنقول بانه ان شاء الله هذه كانت فقط بدايه، ورغم انها النسخه الرابعه والمواهب والمبدعين غاديه في واحد النسق وفي واحد التطور لانه كيحفز الشباب باش انهم يشاركوا، وكنشوفوا ان العدد هو اللي كيعطينا واحد هذا كيعطينا النتيجه ديال العمل ديالهم، ان عدد المشاركين وصل حتى ل 160 مشارك من كل انحاء المغرب، وهذا بحد ذاته انجاز. وكنتمنى ان المواهب والمبدعين استمراريه ان شاء الله في العمل ديالهم. شكرا بزاف سي محمد. مصطفى، واش انت مثلا من ربحتي في الكومبيتيشن واش تبدلات شي حاجه، واش تزادت عندك شي حاجه؟ شنو كان زعما الامباكت ديال لا كومبيتيشن عليك نتايا، كو سوا او نيفو بيرسونيل ولا بروفيسيونيل؟ طبعا غادي نرحب بك مره. كاي واحد يعني ما يمكنش تكون ربحتي شي مسابقه وما تكون عندها واحد القيمه مضافه، دونك ما يمكنش تربح شي مسابقه دونك ما تكون عندك واحد لافالور اجدي بالنسبه للمسار ديالك بطبيعه الحال دونك ديال لانيماسيون. دونك هذه المسابقه هذه تعاودت تفتح لنا بزاف ديال البيبان اللي من خلالهم ان شاء الله خدامين دابا على بروجي. دونك بفضل هذه المسابقه هذه، بفضل المحتوى، صناعه المحتوى اللي كنشوف، دونك قدرنا اننا نوصلوا بعدا الاسم ديالنا على الصعيد الوطني اول حاجه. زيد على ذلك شحال بزاف ديال البيبان، دونك هو كتولي تقلب على دي بروجي في ذاك الدومين ديالك، دونك انت كتبغي تساهم بطريقه او باخرى بطبيعه الحال في المساهمه ديال صناعه المحتوى الهادف وفي التاثير ديال الشباب هذا الدومين ديال صناعه المحتوى الهادف وديال الانيماسيون. دونك مواهب ومبدعين سمعت من مصطفى واحد الاسم اخر، كان واحد الاسم سمعت من واحد الاسم اخر، واحد الاسم اخر دونك غادي يزيد يخدم عليك اكثر ان شاء الله باش يوصل لديك البلاصه اللي بغا. ما غنقولوش بلي راه وصلنا للقمه، وانما دابا حنا في صدد ان شاء الله، لان غادي ديك السلم ديال القمه ان شاء الله بفضل الدعم ديال جميع الاطراف، لا المواهب والمبدعين، لا الشركه الرسميه مستر بيس اللي كنعاودو نوجهو لهم تحيه من هذا المنبر هذا. دونك بحاجه لافونتاج الكبير اللي خلى لنا الفوز بهذه المسابقه هذه، اننا قدرنا اننا نخرجوا واحد البروجي ان شاء الله اللي غادي نخدموا عليه، واللي غادي يكون ان شاء الله وطني، ونتمنى ان شاء الله انه يلقى واحد يقبل واحد النجاح منقطع النظير، واكيد غادي يوصل ان شاء الله لانه هادف وفكره اللي هادفه وكيحبوها الشباب ان شاء الله. هادشي زعما مزيان، حاجه مزيانه نسمعو بحال هكا، كون كوا راه مزيان الانسان يشارك، ولكن يشارك ويكمل في هذاك الشيء فاش شارك، يعني ديما تكون هذيك لا ديورابيليتي، هذيك الاستمراريه في العمل، ماشي غير تنشاركو وصافي تنربحو وتنجلسو، ولكن تنشاركو باش نزيدو
نزيدوا لقدام ولا نزيدوا خطوه لقدام كما تنقولوا. يمكن بقى لينا سؤال واحد. هذا السؤال غادي نطرحه لكل شيء، يعني كاع اللي معنا. هو اشنو هما اللي واش راكم ديجا خدامين على شي حاجه؟ شنو هما لي فيتور بلان تاعكم، لي بروجي المستقبليين؟ والحاجه الاخرى هي شنو بغيتو تقولوا للناس اللي غادي يطمحوا ولا اللي غادي يبغيو يشاركوا في ليديسيون نتاع الجايه ان شاء الله؟ نبداو بك حمزه. مرحبا. بون، بالنسبه للسؤال ديالك الاولاني هنا على لي بروجي لي فيتور بروجي لي جايين ان شاء الله، كاين بزاف ديال الامور اللي خدامين عليهم، اللي بطبيعه الحال منهم اللي كما كتب على الاستمراريه اللي هي كلشي. دونك ان شاء الله الفتره هذه مؤخرا خديت واحد البوز على لي بوز على الفيديوهات، حيت كانوا جوج فيديوهات اخرين ان شاء الله اللي ان شاء الله غادي نحاول انهم نشوفهم واحد شويه ديال التغيير، واحد شويه ديال كيفاش كل كما كنقولوا. دونك ان شاء الله كي جايين فيديوهات قدام، جايين دي بوست، جايين بزاف ديال الامور سيرتو في المحتوى الهادف. بالنسبه للنصيحه ديالي اللي بغيت نقول للناس اللي غيبغيو يشاركوا في المسابقه هادي، شاركوا تو سامبلومون، شاركوا ما خاسرين والو. دفعوا زعما وقت ما كانت لابي لا كونديداتور في المسابقه، كنتو كتحسوا براسكم عندكم موهبه، ولا ما كنتو عندكم مثلا واحد الحاجه يلاه تعلمتو كديروها، كتحسوا براسكم عندكم واحد القابليه انكم تبارطاجيوها مع الناس، باغيين الناس يعرفوكم اكثر، باغيين اشنو كنقصد بالناس يعرفوكم اكثر، الا عرفكم غير واحد الشخص زايد ولا جوج الناس زايدين، الا غير اثرتي في واحد الشخص ولا في جوج الناس راه هذاك الفضل كبير. دونك الا كنتي كدير واحد الحاجه وكنتي مامن بها، كن على يقين انه الناس غادي يجي واحد النهار وما غادي يامنوا بك، حيت الا امنتي براسك داكشي غادي يطلع، الناس تا هما غادي يشوفوا فيك انك مامن بداكشي اللي كدير، كمل فيه ببساطه، كمل فيه. دونك كانت كتعجبك واحد الحاجه ديرها، وحاول انك ديما انك تخلي واحد النقطه بوزيتيف في الناس، يعني اي حد كان سمعي كان بصري كان كتابي كان بزاف ديال الامور اللي ممكن توصلوا بها واحد الرساله واحد الميساج للناس، حاول انك توصلوا، حاول انك تخلي داك الامباكت في الناس، كل ما قدرتي انك تفيدهم بشي حاجه راه احسن. دونك هاد المسابقه هادي كما قالوا الاخوان مصطفى ومحمد، بطبيعه الحال ماشي غير حلات لك بيبان، وانما حلات لك ابواب كثيره بزاف، منهم انه كتحاول انك الا غير ابسط ميزه، الا غير بحثي واحد المسابقه صغيره ولا مثلا واحد المسابقه اللي هي محليه، راه كتحس بواحد الفخر كبير في امام، فما بالك الا ربحتي واحد المسابقه اللي هي وطنيه واللي غدا وكتكبر، راه طبيعي الحال كتخلي واحد البصمه ديالك، سيرتو انك بحال كتكبر بالسميه ديالك، السميه ديال العائله ديالك والسميه ديال المدينه ديالك، وهذه هي اهم حاجه. وشكرا بزاف مره اخرى لماسترفيس موروكو على هذه الانيشيتيف ديالهم، شكرا لطلبه كرياتيف على هذه المسابقه اللي هي زوينه بزاف، واللي ان شاء الله تنفع بزاف ديال الشباب مثلا قدام. واللي بغيت نقول لكم هو ببساطه شاركوا وان شاء الله خير، باش الا غير شاركتوا راه هذاك فضل كبير، الا غير عرفوكم الناس راه فضل كبير، ماشي بالضروره انكم تربحوا، انما كما تيقولوا المهم هو المشاركه. شكرا بزاف حمزة. الكلمة لسي مصطفى. شكرا خويا مهدي، بارك الله عليك خويا حمزة. طبعا بالنسبة للبروجي اللي جايين، فاحنا بحكم اننا خدينا اللقب ديال صناعة المحتوى الهادف والتنشيط، دونك غادي نمشيو في هذا المسار هذا، وعندنا واحد البروجي دابا ديال دعم المحتوى الهادف واللي بدينا على المستوى الاقليمي، وكنطلقوا ان شاء الله المستوى الوطني، دونك غنحاولوا اننا نخدموا كاع مع صناع المحتوى داخل الاقليم ديال طاقة اللي كيصنعوا محتوى، ولكن بشرط انه يكون هادف، دونك الهدف منه اننا نوصلوا واحد الرساله نبيله، دونك الدور ديالنا في هذا البرنامج هذا ان شاء الله هو اننا نخدموا مع دوك الشباب ودوك الشابات، دونك كتلقى داخل الاقليم ديال طاقة مثلا مجموعه من الشباب ومجموعه من الشابات عندهم قنوات يوتيوب ذات محتوى هادف، ولكن ما معروفينش. الهدف ديال هذا البرنامج هذا ان شاء الله نخرجوا من الوجود، نعرفهم على المستوى الاقليمي الجهوي، وان شاء الله نوصلهم للوطني في يوم من الايام. طبعا وهذه دعوه للناس اللي كيتابعوا هذا اللايف هذا من ابناء ديال الاقليم، انهم يشاركوا بكثافه
انجاح هذا البرنامج هذا اللي نتمنى ان شاء الله انه يوصل للمبتغات ديالو، هو ايصال القنوات الهادفه ديال الاقليم ديال طابا من المحتوى المحلي للمحتوى الوطني. بالنسبه للسؤال الاول، السؤال الثاني عاود ذكرني به خويا مهدي. قلت لك زعما شنو الميساج نتاعك اللي تقدر تقول للناس اللي يبغيو ولا يطمحوا يشاركوا في ليديسيون الجايه في النسخه القادمه؟ طبيعه الحال فاي واحد كيدير شي حاجه خصو يامن بها، اي واحد بدا خصو يكمل، دونك خصنا نامنوا بفكره انه راه غادي نوصلوا بالعزيمه وبالاصرار بشريطه انه تكون الاستمراريه كما قلنا في الاول. دونك حتى حاجه ما صعيبه، شاركوا وكما تقدروا ذكرت المسابقه ديال المواد المبدعين خصوصا الطريقه ديال المشاركه ديالها بسيطه وسهله، واي واحد قادر انه، ولكن يكون عندي واحد المستوى اللي قادر انني نشارك به وقادر انني نفسي، لانه تبارك الله على المستوى الوطني كاينين طاقات شابه اللي كثيره وكثيره بزاف، وكنشكر من هذا المنبر مره اخرى مواهب ومبدعين وماستر بيس لانه بفضل هذه المسابقه هذه تعرفنا على مجموعه من الشباب ومجموعه من الشابات، واخا ما ربحوش اللقب ولكن كسبنا علاقات، كسبنا مجموعه من الطاقات الشابه اللي عندهم ما يقولوا على الصعيد الوطني، امنوا بالموهبه ديالهم وقدروا انهم يشاركوا. دونك نامن بالموهبه ديالي اكيد غادي نوصل ان شاء الله. شكرا بزاف مصطفى. محمد كلمه لك. اذا بسم الله الرحمن من جديد، بالنسبه للاعمال اللي كنقوم بها والاعمال اللي شاركت بها، كنت شاركت بمبادرات اللي كنقوم بها لصالح اطفال العالم القروي عندنا هنا في اغرم تابعه لاقليم تردات. كنقوم بتصميم مجموعه من التطبيقات الرقميه التعليميه لفائده التلاميذ، والان لازلت اعمل في تصميم مجموعه من التطبيقات اللي غادي تخرج ان شاء الله بوجود في القريب ان شاء الله. ايضا عندي مشروع الفائدة التلاميذ طبعا اللي هما محتاجين مثل هذا المبرام مجموعة من الوسائل اللي ممكن انها تساعدهم باش انهم يبدعوا، انهم يبتكروا، انهم يواكبوا. هذا المشروع اللي هو سميه فرصتي، غادي يكون ان شاء الله خارج الوجود ان شاء الله في القريب العاجل. هو بالنسبه لنصيحتي للشباب، فغادي نبدا بواحد المقوله كنت قال غادي نخدم الاغنيه ديال هذيك، ما دام الامل طريقا فسنحيا، وهنا غادي نقول لهم لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على الله الا بالمثابره بالجد بالعزيمه بالاصرار. خصنا اننا نامن بالقدرات ديالنا، خصنا الشباب يامن بداك بالموهبه اللي عنده، لان الانسان كيكون عنده مواهب اللي هي دافنه خص غير اللي يخرجها، خص غير كيفاش انه يخرجها. وبلاد بلا فشل في المره الاولى هذاك راه ماشي نهايه الطريق. راه كيما قلت لكم انني شاركت في هذه المسابقه هذه في السنه الماضيه وقصيت من ما تم انتقاء العمل ديالي، والحمد لله بعد اصرار وعزيمه انني حاولت ما وقفتش، ما قلت بانه ما غاديش نشارك مره اخرى، لا حاولت انني ندير ذوك الهفوات، ندير ذوك الاخطاء اللي وقعت فيهم، وجاب الله التيسير واستغفر انني الحمد لله انني فزت بنفرض هذا اللقب ديال المواهب المبدعين لهذه السنه هذه. نبغي نقول لهم من جديد انهم اي حاجه بغي يحققها الانسان خصو غير العزيمه، تكون عنده عزيمه، تكون عنده مثابره، ويكون عنده اهم شيء هو الصبر، لان الصبر هو مفتاح ديال النجاح. بغي دير شي حاجه صبر عليه، المهم بغيت يكون الصبر، لانه في الاولى غادي تنوض ان شاء الله يتحرك بلاد وتمشي للقافلة. بغيت نقول في الأخير لا يأس مع الحياة ما دمنا أحياء، وبغيت نقول للجميع القادم أحلى اللي وراك من قبلها، وشكرا لك أسيدي الله يعطيك الصحة. ألوغ يمكن وصلنا للوقت اللي غادي خصنا نهيو فيه de la discussion avec vous. C'était vraiment un plaisir. Nous avons vu le projet, la compétition, nous avons vu comme je suis. Nous avons inspiré par ce qui est le cas. Nous avons vu MasterPeace Morocco,
الهدف نتاعنا الاول هو انه نعاونو لي جون تالون في نامبورت كيل دومين، لاخ، لونتربرونيا، لي بروجي. وفي الدورة دابا ان شاء الله نتمنى انه في النسخة الثالثة، يعني الخامسة، في الخامسة ان شاء الله نكون حتى حاضرين في لا كومبيتيسيون ديال تالون كرياتيف مرة واحدة اخرى ان شاء الله. وديك الساعات غادي يكونوا كو سوا جوائز حسن ولا مساعدات حسن، هكا كوم سا حنايا كاملين نتعاونوا باش نوصلوا لي طالون اللي عندنا يبانو، وتكون شي حاجة فريمون ديورابل مستدامة. الوغ تنشكركم بزاف للحضور نتاعكم، تنشكرك سي مصطفى ايت بن علي، حمزة بوقسيم، زوين محمد على المشاركة. إلى عندكم شي كلمة نهائية ولا كلمة فوالا كلمة نهائية في دقيقتين the floor، يعني خذوا راحتكم زعما اللي باغي يهضر دقيقة واحدة. أنا خدت الكلمة الختامية اللي بقات لحظة هذيك. بغيت غير نقول لأي واحد يتفرج مثلا في اللايف ولا فعلا اللايف هذا، بغيت نقول لكم انه بحال هذا النوع ديال المسابقات هادو واحد الفرصه باش انه هاد لي جون انهم يبانوا. دونك الدور ديالنا كمتتبعين ديال المسابقات هادو اننا ما فيها باس انه نشوفوا هاد المتسابقين هادو، الا شفنا مثلا شي واحد كيدير شي حاجه زوينه نشجعوه، نتعرفوا عليه، نقلبوا عليه، ناخذوا عليه فكره احسن، مثلا كيدير شي واحد شي ابداع نتبعوه نشجعوه. دونك بحال هاد النوع ديال المسابقات كيخلي فريمون واحد الفرصه دوك لي جون باش انهم يبانو، الى بانو شنو كيحتاجو، كيحتاجو واحد النوع ديال التشجيع، الى لقاو داك التشجيع كيخليهم انهم يستمروا، واخا بطبيعة الحال ما غاديش يكون تشجيع من الاول، وانما حنا نخليوه يكون من الاول. دونك هاد النوع ديال المسابقات هادو حاولوا انكم تشجعوا الناس اللي تيكونوا في هاد المسابقات هادي، وبهكا غادي يقدروا انهم يبدعوا اكثر وانهم يعطيو اكثر. وكيما قلت لكم اللي بغى يبدا شي حاجه يحاول يفكر بواحد الطريقه اللي هي بشكل باش فكر في غير المألوف تكون مبدع. شكرا بزاف سي حمزة. إلا شي حد عنده شي كلمة وي مصطفى، كلمة أخيرة، كلمة أخيرة بطبيعة الحال غادي نعاودو نجددو الشكر والشكر الجزيل لكاع الناس اللي دعمونا خلال المراحل ديال هاد المسابقة ديال النسخة الرابعة من مواهب المبدعين. كانت الحقيقة مراحل شيقة وحنا فيها أوقات اللي صعيبة وصعيبة بزاف، والحمد لله اللي توجد في الأخير بالتويت ديالنا ولله الحمد. من هذا المنبر هذا غادي نعاود نجدد الشكر لأي واحد صوت، أي واحد سان، أي واحد كتب لنا ميساج، أي واحد قال لنا كلمة زوينة، فبيكم باش حنا الحمد لله اليوم توجدنا بهذه النسخة الرابعة، وبيكم باش حنا إن شاء الله غادي نبدي بروجي اللي غادي يكونوا غادي يعودوا بالنفع على الشباب ديال الإقليم بصفة خاصة وعلى سبب ديال المملكة بصفة عامة. غنعاود نجدد الشكر للمواهب والمبدعين ماستر بيس، بارك الله عليكم. تنظيم رائع يليق بالمستوى ديال الحدث. نعاود نجدد الشكر لأعضاء لجنة التكوين، أعضاء لجنة التنظيمية، المشرفين على منظمة ماستر بيس كل باسمه، وتحية خاصة للساكنة ديال مدينة طاطا، الإقليم ديال طاطا بصفة عامة اللي دعمونا وساندونا. كنشكرهم بزاف ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. وحنا ان شاء الله راه كما قلنا لكم يعني عاد بدينا ان شاء الله في المسار ديالنا بعدين، ولكن زدنا عاوتاني درنا واحد ديبار اخر عاوتاني ان شاء الله اللي غادي يكون احسن من الاول ان شاء الله. فضل الدعم ديالكم ان شاء الله راه كل شيء ممكن، وشكرا لكم بزاف، وشكرا للاخ مهدي وحمزه ومحمد، تحيه للجميع. مرحبا محمد. بدوري كنبغي نوجه بالشكر الجزيل للجنة المنظمة، لجنة التحكيم، ماستر بيس وجميع المدعمين لهذه المبادرة هذه. كنبغي نوجه بالشكر لكل من صوت ليا ولكل من دعمني وشجعني. كنبغي نوجه بالشكر للعائلة ديالي والساكنة ديال الإقليم طاطا كذلك، والجميع اللي كيعرف محمد زوين. ومن هذا الباب هذا أنا بغيت نوجه واحد الرسالة الجميع، انه كل من يحتاج انه شي دعم تقني، دعم معنوي ولا شي حاجه، والله دعم حتى مادي ماشي مشكل،
انا راه الاشاره لمحمد الزوين. تي بغا شي معلومات حول المسابقه ولا انه عنده شي مبادره عنده شي اسئله، انه راه الاشاره صدر صدر غادي يستقبلوه بصدر رحب. وكنت في الاخير بالشكر للجميع وتحياتي لكم، القادم احلى كما كنقولوا دائما. شكرا سي محمد، ان شاء الله اليوم غادي نشد الطريق عندك باش ناخذ الدعم. الوغ شكرا بزاف مصطفى حمزه ومحمد، كانت سيسيون زوينه، تعلمنا تاسبيرينا درنا كل شيء تقريبا. شكرا بزاف، شكرا للناس اللي كانوا يتبعونا حتى يعني ليديسيون الجايه ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. شكرا بزاف، سلامة.